كل يوم بس تطلع بسيارتك وتشوف المميزات اللي فيها مثل المساحات والغمازات وأحزمة الأمان وغيرها، بتشوفها كإشي من المسلمات وما بتتخيل أصلاً إنه السيارة انوجدت بدونها. عمرك فكرت إنه متى كانت السيارة هاي تمتلك المميزات؟ وهل تخيلت إنه بيوم من الأيام فعلاً السيارة ما كانت تمتلك حتى الغمازات؟ في هذا الفيديو رح أحكي لكم قصة 10 تقنيات موجودة بسيارتك بالغالب ما بتعرف متى بدت. الوسائد الهوائية. الوسائد الهوائية بكل بساطة هي بالون بينتفخ بالغاز بسرعة عند وقوع أي حادث للسيارة حتى يمنع تصادم جسم السائق والركاب مع أجزاء السيارة، طبعا عن طريق حساسات موزعة في أنحاء السيارة. وبدونه ممكن تتخيل شعور سائق الموستنج في عام 1966 لما وجهه بيصفق في الستيرنج على سرعة 100. وأكيد بيعتبر أحد وسائل الأمان الأساسية في السيارة، زيها زي حزام الأمان. بس شو بتعرف عنها؟ اللي راح تستغربه أن فكرة الوسائد الهوائية المخصصة للسيارات بدت عام 1952 على يد الأمريكي جون دبليو هاتريك، وكان يستخدم الهواء المضغوط وما كانت عملية إلى أن جاء الأمريكي ألين بريد عام 1968 واخترع آلية الوسائد الهوائية اللي بتعمل على الغاز والآلية اللي بنعرفها. عام 1971 قامت شركة فورد ببناء أسطول تجريبي من الوسائد الهوائية، وقامت جنرال موتورز بتركيب وسائد هوائية في أسطول من شيفرولي إمبالا عام 1973 للاستخدام الحكومي فقط. كانت أولدزموبيل تورنيدو عام 1973 أول سيارة فيها وسائد هوائية للركاب تم بيعها للجمهور، وكانت حسب الطلب فقط. الكثير من الشركات حاربت فكرة الوسائل الهوائية بحجة أن الأجهزة ببساطة غير قابلة للتطبيق، إلى أن أصبحت الوسائل الهوائية إلزامية في جميع السيارات الجديدة منذ عام 1998. وللعلم فالسيارات الحديثة الكمبيوتر هو اللي بيقرر إذا ما كان لازم تفتح الوسائد أم لا حسب سرعة وزاوية الحادث، فممكن تكون فتح الوسائد خطيرة في بعض الأحيان. نظام التعليق القابل للتعديل. نظام التعليق القابل للتعديل هو ببساطة اللي بيساعد السيارة للارتفاع أو للانخفاض حسب الحاجة عن طريق الهواء المضغوط أو الزيت أو ما يسمى بالإير سسبنشن أو الهيدروليك سسبنشن. بدايتها عام 1901 لما حصل الأمريكي ويليام دبليو همفريز على براءة الاختراع لفكرة التعليق باستخدام أنابيب الهواء. وفي عام 1920 قام بتطوير الفكرة الفرنسي جورج ميسر بأنظمة تعليق هوائية قابلة للبيع، يعني انت بتاخد سيارتك وبتركب عليها هذا النظام. وضعها في سيارته ميسر الخاصة عام 1922 الى عام 1930. وعام 1954 طورت ستروين هذا النظام وانتجت ستروين اصدار خاص من موديل تراكشن افانت اللي كان فيه هذا النظام عام 1955، وهو كان اول اصدار من شركة تتبنى هذا النظام ولحقتها وقتها كاديلاك ورينو وبيويك وباقي الشركات. حاليا يستخدم هذا النظام باغلب السيارات الفاخرة وذات الدفع الرباعي، اشهرهم لاند روفر اللي بتستخدم هذا النظام في جميع موديلات رينج روفر وديسكفري وديفندر. بامكانك تركبه تقريبا على اي سيارة من خلال شرائه بشكل مستقل. نظام الجي بي اس او الملاحة. نظام الملاحة او الخرائط زي ما بنحكي بالعامية هو ببساطة نظام بيدلك على الطريق وبيتعرف على موقعك من خلال الأقمار الصناعية. هذه الميزة موجودة بأغلب السيارات الحديثة، لكن رغم انه عرفناه من جديد الا انه انوجد من عشرات السنين. اول تجربة لسيارة تحتوي على خرائط كانت شوي غريبة وهي عام 1930، كانت بتستخدم طريقة ما بتخطر على البال. ببساطة انت بتحط خريطة مطبوعة على رول وبتحدد مكان البداية وبتمشي، فالسيارة بتصير تحسب المسافة من خلال العجلات وبتخلي الرول يلف ليتزامن مع مكانك، وهيك بتضلك تشوف على الشاشة الورقية طبعا وين انت صرت. طبعا ما كان عملي وكان بحاجة لتبديل الرول كل ما تقطع مسافة وما كان دقيق، وبيدلك فقط على الشوارع الرئيسية. في عام 1981 كانت هوندا أول سيارة بتحمل جهاز ملاحة أو خرائط إلكتروني، بس برضو ما كان زي ما بنعرفه، كان يعتمد على طريقة شوي بدائية وهي عبارة عن خريطة بتنحط على شاشة والشاشة عليها نقطة والنقطة هاي بتمشي حسب مشي السيارة واللي بتشوفه على الخريطة المطبوعة. طبعا النظام بدائي وما كان بيعتمد على الأقمار الصناعية أبدا، بل كان يعتمد على حركة السيارة عن طريق مستشعر غاز بيقيس حركة السيارة والتفافها. في عام 1990 كشفت مازدا عن أول سيارة في العالم تحمل نظام ملاحي مرتبط بالأقمار الصناعية واللي كانت تحمل اسم يونس كوزمو،
حيث كانت تطرح بشكل حصري في اليابان على هيئة سيارات رياضية فاخر، في حين كان اسم كوزمو مستوحى من عصر الفضاء والاهتمام العالمي بالأقمار الصناعية والصواريخ الفضائية. من وقتها لحقتها باقي الشركات وأصبح إشي أساسي في كل السيارات الحديثة. اللي بتستغربه أنه للآن يوجد الكثير من السيارات وبتستخدم نظام بدائي ومعقد على شاشاتها. أنا شخصيا ما بستخدم هذا النظام في السيارة، ولا بعرف حدا حتى بيستخدم شاشة السيارة في موضوع النافيجيشن أو بموضوع الخرائط. كلياتنا بنفضل نستخدم الخرائط الموجودة على الموبايلات. أول سيارة كهربائية بالكامل. طبعا أول ما نحكي سيارة كهربائية دغري بيخطر على بالنا تسلا، ولكن تسلا انوجدت حديثا مقارنة بالسيارات الكهربائية. تخيل انه الفكرة هاي انوجدت من 130 سنة تقريبا، واللي بدأت من امريكا. فقد ظهرت أول سيارة كهربائية عام 1890، واللي قام بصنعها الكيميائي ويليام مورسون. ما كانت السيارة بهاي السرعة، فقد بلغت سرعتها فقط 22 كيلومتر في الساعة، ولكن بالمقابل كانت نموذج جيد يدفع الكثير من صناع السيارات للاهتمام بفكرة السيارات الكهربائية. بعد سنوات قليلة من سيارة مورسون، بدت السيارات الكهربائية من مختلف شركات صناعة السيارات بغزو مدينة نيويورك الأمريكية، حتى وصل عددها إلى 60 سيارة أجرة كهربائية. تخيلوا هذا الرقم في 1897. قدمت شركة سامويلز إلكتريك كاريج أند واجن كومباني أسطولها الخاص من سيارات الأجرة الكهربائية هانسوم في نيويورك، وكانت مخصصة للنبلاء لأنها لا تصدر أصوات وضوضاء، وبتعرفوا يعني أنه واحد نبيل فليش بده يركب سيارة بتطلع صوت. وكان لدى الشركة ما يقارب 1000 سيارة أجرة كهربائية. أما في عام 1907 اندلع حريق ودمر ما يقارب 300 سيارة منهم، وما كانت الشركة قادرة على البقاء على قيد الحياة، بالإضافة أنه آثار الأزمة المالية عام 1907 كادت تشهد انهيار للنظام المصرفي، وخلص الشركة فلست وما حدا بطل يهتم في هاي السيارة، خصوصا انه السيارات البنزين استحوذت على المشهد بسبب بدائية نظام الكهرباء وقتها ومشاكل الشحن والسرعة وغيرها. فما رجعت السيارة الكهربائية للسوق بشكل جدي الا من خلال تسلا. تخيلوا بحلول عام 1900 كانت السيارات الكهربائية تشكل حوالي ثلث المركبات العاملة في الطرقات في وقتها. أحزمة الأمان. أحزمة الأمان رغم وجودها بكل السيارات بلا استثناء، إلا أنها في البداية ما كانت موجودة إلا للطيارين فقط. أول فكرة حزام أمان كانت من جورج كيلي، هو مهندس إنجليزي في أواخر القرن التاسع عشر، واللي ابتكر هاي الأحزمة للمساعدة في إبقاء الطيارين داخل الطائرة. ومع ذلك تم إنشاء أول أحزمة أمان حاصل على براءة الاختراع من قبل الأمريكي إدوارد جي كلاريغون عام 1885 من أجل الحفاظ على سلامة السياح في سيارات الأجرة في مدينة نيويورك. في عام 1954 طلب نادي السيارات الرياضي الأمريكي من سائقين المتنافسين ارتداء أحزمة الأمان خلال المسابقة، وكان سائقي السيارات هم أول من ارتدوا أحزمة الأمان بالفعل لمساعدتهم في حمايتهم من الأصوات الداخلية الخطيرة طبعا داخل السباقات. طبعا كأي شيء جديد تمت محاربة حزام الأمان من قبل بعض صناع السيارات بحجة أنها خطيرة وممكن تعمل إصابات داخلية للسائق، بالإضافة إلى أنه ممكن تعلق في حال إذا كان الركاب بدهم يطلعوا من السيارة في حال الحريق أو الغرق مثلا. طبعا لا تستغرب، مثل هاي الجدل في أيامها كان كتير موجود. فيعني أعطيكم مثال، الدخان قديما كان نوع من أنواع العلاجات، وبالعكس كانت في دكاترة تطلع على التلفزيون تحكي أنه ما إله أضرار، فالموضوع كلياته هو موضوع اقتصادي بحت. المهم وصلوا لحل انه حزام الامان قرار شخصي مش قانوني، حيث نشرت صحيفة أبلتون بوست كريسنت في عام 1964 انه طالما انه الحياة معرضة للخطر، اعتقد انه الفرد يجب ان يقرر ما اذا كان استخدام احزمة الامان حكيما ام لا. ولكن هذا ما منع ساب انها تكون اول مصنع حط احزمة الامان بسيارته كخيار اساسي، وهي ساب جي تي 750 عام 1959. بحلول عام 1970 تم إنشاء أول قانون لأحزمة الأمان في العالم في فيكتوريا بأستراليا، والذي تطلب من الركاب ارتداء أحزمة الأمان الخاصة فيهم في جميع الأوقات. الزجاج الكهربائي. أظن ما في حاجة أني أشرح لك شو هو الزجاج الكهربائي. ظهرت هاي التقنية في أربعينيات القرن الماضي عندما تمت إضافتها كميزة فاخرة في سلسلة باكارد
180-1940 وكانت تستخدم نظام هيدروليكي مش محرك. في أواخر الأربعينيات أدرجت جنرال موتورز نظام التحكم الكهربائي في سياراتها المكشوفة والتحكم في النوافذ والجزء العلوي القابل للتحويل والمقاعد الأمامية. تبنت كاديلاك التقنية لسيارات الليموزين من فئة 75، كانوا أول من امتلكوا نافذة كهربائية بين السائق وحجرة الركاب الخلفية. بحلول نهاية السبعينات كانت النوافذ الكهربائية قياسية في العديد من المركبات. وللعلم، رغم أنه أنت بتفكر فتح الشبابيك في السيارة هو نوع من الرفاهية وأنه أقل إشي ممكن تعمله بالسيارة، فهو عشان تكون بالصورة هو متطلب أساسي في قواعد الأمان والسلامة في السيارة، ولازم كل سيارة تكون شبابيكها قابلة للفتح. التيربو. التيربو هو أول إشي بنحكيه أو نسمعه لما نحكي عن أي سيارة قوية أو معدلة. هذا الاختراع عمره أكثر من 100 سنة. فكرة التيربو هو المساعد على تحسين قوة المحرك عن طريق إضافة كمية كبيرة من الهواء في غرفة الاحتراق للمحرك، مما يؤدي لزيادة الضغط والحصول على قوة أكبر. طبعا أنا اختصرت لكم النظام بكلمتين. وأحيانا بتوصل لنسبة تصل لأضعاف المحرك الأساسي، بمعنى أنه إذا كان محركك 300 حصان فأنت بتقدر توصل ل 900 حصان بس عن طريق التيربو، طبعا مع اختلاف حسب قطع التيربو وحسب البرمجة اللي بتصير على الكمبيوتر. الموضوع كبير، ولكن موضوعنا هون انه نحكي لكم انه التيربو كان يستخدم بالاساس في محركات الديزل للشاحنات والحافلات والطائرات قبل السيارات. يعود الفضل في مفهوم الشاحن التوربيني الى المهندس السويسري الدكتور ألفريد بوشي مع تسجيله لبراءة الاختراع الخاصة به عام 1904. فنظام التيربو لم يتم تطبيقه في سيارات الركاب حتى بعد الحرب العالمية الثانية. اول سيارة تيربو كانت من أولدزموبيل، كان اسمها تيربو جيت فاير، وبعدها لحقتها بي ام دبليو وبورش وساب وبيويك وباقي الشركات. كانت ساب تقريبا الافضل في تطوير هاي التقنية من خلال ساب 99 او ساب 99. حاليا التيربو اصبح موجود باغلب السيارات بسبب توجه السوق الى تصغير حجم المحرك واستهلاك الوقود. الكراسي الكهربائية. الكراسي الكهربائية تعتبر ميزة رفاهية في السيارات، ورغم انه ما عرفناها من كتير زمان الا انه هاي تقنيا وجدت من حوالي 75 سنة. بدت هاي المقاعد في الظهور في اوائل الاربعينيات، كانت معظمها في الكراسي للمقاعد الأمامية فقط، وآليتها بسيطة، بتقدم وبترجع الكرسي، ما في أكثر من هيك. أول سيارة قدمت مقاعد كهربائية بشكل أساسي هي سيارة فورد ثاندربيرد في عام 1955، ولحقتها ميركوري تيرن بايك كروزر، وبعدها لحقتها باقي الشركات، وأصبحت المقاعد تحتوي على ذاكرة ومساج وأكثر من حركة، وصلت ل 30 حركة في سيارات بنتلي. مساحات الزجاج. مساحات الزجاج رغم بساطتها واللي ما في داعي اعرفك عليها الا انه برضو ما كانت هاي الميزة موجودة بيوم من الايام. اول من فكر في الموضوع كان جورج كابويل عام 1896 وما طبقها عمليا، ولكن سجل فيها براءة اختراع. وفي رحلة الى نيويورك عام 1902 بفصل شتاء بارد، لاحظت السيدة ماري اندرسون انه السائق يجد صعوبة في المحافظة على نظافة الزجاج الامامي بسبب المطر، الامر اللي اعطاها فكرة اختراع ذراع من المطاط تتحرك من جهة الى اخرى على الزجاج لتنظيفه، وكانت خيار تقدر تشتريه بشكل منفصل عن السيارة. وبالرغم انه ماري سجلت براءة اختراع المساحات الا انه شركات التصنيع وقتها ما اعتقدت انه اختراع بيستحق البيع وخطير، ولهذا رفضت طبعا شراءه منها. وفي عام 1919 قام ويليام فولبرث بتطوير الفكرة الى المساحات الكهربائية او الآلية اللي احنا بنعرفها طبعا، ومن وقتها صار الموضوع شائع بين السيارات، وكانت فورد اول سيارة بتحط مساحات الزجاج على موديلات موديل تي كإضافة اساسية للسيارة. غمازات السيارات. غمازات السيارات هو اختراع بسيط واللي أغلب الناس ما بتستخدمه، يمكن الناس هلأ كمان عرفت أنه موجود في سيارتها. هذا الإشي ما كان موجود دائما في السيارة. في البداية كان السائقين بيعتمدوا على حركة إيدهم للدلالة على اتجاههم، كونه ما كان في بالسيارة إشي اسمه غماز، فكان يطلع إيده ويأشر فوق تحت يمين شمال أنه وين هو رايح. وبعدها اخترع اشي اسمه ترافيكيتور في سنة 1900، وهو ببساطة زي إشارة بتطلع من السيارة بالاتجاه اللي بدك تروحه وعليها ضوء. طبعا هاي الميزة ما كانت إلا على السيارات الألمانية، أما الأمريكية فاعتبرت الموضوع ميزة ولازم أنت تضيفها أو تشتريها. في سنة 1939 كانت الغمازات الكهربائية اللي احنا بنعرفها موجودة، وبدأت كل الشركات تعرضها كخيار لحد سنة 1940، أصبحت إجبارية على كل السيارات تقريبا، وكانت بيويك هي أول الشركات اللي حطتهم في سياراتها، ومن وقتها صارت الغمازات جزء من السيارة ولليوم بيستخدموا نفس الفكرة مع اختلاف الشكل أو الحركات.
وهي كان اختياري لعشر تقنيات موجودة في السيارات الحديثة. احكينا رأيك في التعليقات وشو في تقنيات حابب نحكي عنها، ولا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.